طيب استاذنكم انا بقى بس اروح الحمام. اتفضل. على اليمين فوق. أخبار شغلك إيه؟ ما اشتغلش على المعاش. إيه ده؟ يعني مفيش دخل ثابت؟ مستورة الحمد لله. سيادة اللواء الله يرحمه فتح لي البيوتي سنتر قبل ما يطلع على المعاش. الله يرحمه. نقرأ الفاتحة لك. بس أنا قدرت أنجح المشروع لدرجة أبهرت سيادة اللواء الله يرحمه باللي أنا عملته. الله يرحمه. نقرأ الفاتحة. ودلوقتي فتحت الفرع التاني وبجهز للفرع الثالث والفضل يرجع لسياده اللواء الله يرحمه. نقرا له الفاتحه بقى بسرعه كده. بسم الله ما شاء الله. انا قلت انت هتتفق بسرعه. على روح سياده اللواء. بنقرا الفاتحه على روح المرحوم سياده اللواء جهرا بقى كلنا كده. ها ربنا يغفر له ربنا يرحمه اكيد مسواه الجنه. انا بجد مستغربه قوي انت ازاي مش فارق معاكي كده. عشان بمنتهى البساطه هو هيرجع تاني وبعدين هو مش نهى العلاقة علشان طريقتي مش عاجباه. طب كويس انا بقى كمان مش عايزاه لانه مش موافق على شروطي. يا دلال مش معقولة كده. هو جاي اصلا متضايق وبيقولك ان هو حاسس ان هو بيحبك اكتر ما انت بتحبيه فتقولي له خلاص وترمي له الدبلة ويلا ليتس بريك اب. مش طريقة تفاهم يا حبيبتي وانت بتحبيه. ما يتضايق ولا يتفرق فهي مش فاهمة. انا طلبت ايس كريم شوكليت كده ما بحبوش اصلا. عادي انا بحبه واحنا بكل تقابلنا في الرسم. انا مش فاهمة ايه اللي جابنا هنا. عادي يعني من باب التغيير. طب احكي لي طيب اخبار شغلك ايه؟ والله ما عارفه يا ساره. انا كنت حاسه ان انا مبسوطه في الاول بس دلوقتي لا. حاسه ان الناس اصلا مش فاهمه فكره الرسم دي ايه. بس ده طبيعي في الاول. اي فكره مختلفه او مجنونه الناس بتاخد وقت لحد ما تتعود عليها. ما اعرفش بقى انا زهقت. انا كنت فاكره ان الموضوع هيبقى حاجه تانية خالص. اوعي تكوني بتفكري في مشروع جديد. بصراحه بس المره دي نفسي اعمل حاجه تفرق بجد مع الناس تبقى بتفيدهم تأثر في حياتهم. الو مش اي مشروع. مستر ايمن وحضرتك فين؟ فاهميني؟ لقيتك. اهلا 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 بيك يا فيروز. في ميعادك مظبوط. دكتور نرمين مراتي. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. طبعا انا عايز اقول لك ان عندك حق ان هنا احسن بالشركه بكتير جدا. يا فندم اي مكان حضرتك تكون فيه ينور ان شاء الله. ميرسي ليكي. طب انا كان ايمن قال لي ان عندك عروض كويسه ممكن توريني. طبعا يا فندم. بصي بقى حضرتك دي فيلا تاون كورنر 225 متر سعرها 4 مليون على 9 سنين تقسيط ان شاء الله. وده اقل سعر موجود في السوق حاليا. الاستلام ان شاء الله كمان 4 سنين واحنا بقى الدفعات نقدر نظبطها مع بعض زي ما حضرتك تحب ربع سنويه نص سنويه براحتك. حلوه قوي. انا شايفها على فكره مناسبه كده تحفه. اوكي هي حلوه بس لا على فكرة حضرتك يعني معلش كده أوفر شوية. صوت حضرتك عالي وقاعدة بتخبطي في الكرسي بتاعي. وحضرتك بتذاكري ولا حاجة؟ لا حضرتك بس بتكلم وصوتك عامل لي صداع مثلا. سوري سوري. دي بتقول لي سوري. سيبك منها. تمام. لا سوري يعني أنا مش هوطي صوتي. تقدري تقعدي. بصي الترابيزة اللي هناك دي حلوة قوي قوي. اقعدي فيها. اقعدي. دي بتقول لي أدبها بقى. أنا هقولها بقى. قولي هتعملي لي إيه؟ حطي لك عليا. حطي بعملنا ولا ايه؟ اللي تعالي نقعد هناك. تعالي نروح نقعد. لا مش قاعده هناك. انا قاعده هنا. هي معلش معلش حصل خير. انا اسفه يا فندم. انا اسفه جدا يا فندم. خلاص نكمل. لا مؤاخذه مستر ايمن معلش والله. طبها عادي يعني. خلاص لا ايه رايك في اليونت بقى يا فندم؟ انت كبيره. هي حلوه اليونت حلوه بس انا مش هقدر اكمل اقعد 4 سنين قبل ما استلم اليونت. وحضرتك عندك حق في النقطه دي بس يعني ده يعتبر اقل سعر في السوق وحضرتك واخده معاها كمان مده تقسيط طويله. ايوه يعني يا فيروز ما فيش اي حاجه زيها كده بس يعني تبقى اقل استلام اقرب يعني. لا يا فندم هو للاسف ما فيش بس ده احسن ديل في السوق موجود دلوقتي وكمان حضرتك ممكن تعتبره استثمار او يعني بيت تاني لو حبيت يعني في المستقبل تتجوز على المدام او حاجه. ايه ده؟ جاي تهزري بقى. مدام ايه اللي يتجوز عليها؟ يلا يا ايمن. في يا فندم انا بهزر. انا كلامي مش معاك. انا كلامي مع حاتم. ايه يا فندم في ايه؟ ما حصلش حاجه على فكره. بس بقى الناس الاوفر دي. ايه بقى يا عم عصمت؟ قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. وانت ايه يا فندم ما بتزهقش؟ طب انت دلوقتي ايه مشكلتك؟
الأول كنت بتتحجج إنك مشغول ومش فاضي، دلوقتي بقى إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا أصلاً مش مقتنع بمسألة الدروس الخصوصية دي. يا أخي حرام عليك، البنت السنة دي نجحت في التاريخ بالزق، السنة الجاية بقى ثانوية عامة، ما ينفعش فيها أي زق. يا عم البلد مليانة مدرسين تاريخ، جت عليا أنا يعني؟ جبت لها بدل الواحد 10، ما بتفهمش منهم أي حاجة. مش فاهمين إن التاريخ ما بيتحفظش، التاريخ بيتفهم. الله ينور عليك. أهو عشان كده بقى أنا مصر إنك أنت اللي تديها التاريخ عشان تفهمها. إيه بقى؟ مش ناوي تغير رأيك؟ السؤال غلط. ما اسمهاش مش ناوي تغير رأيك، اسمها مش ناوي تغير مبادئك. وبعدين أفهم أنت تعرف إن اسمه تعجينة بغير مبادئه؟ يا أخي اعتبرها زي بنتك، تعال أقعد معاها شوية أكلمها في التاريخ. البنت قاعدة على اليوتيوب ليل نهار واليوتيوب بيديهم معلومات غلط. طب والله فكرة. إيه رأيك بقى؟ إن أنا مش هشرح لبنتك بس التاريخ، أنا هشرح تاريخ مصر لمصر كلها. أيوة بس أنا البيت عندي مش هيكفي مصر كلها. مستغرب إن بنتك بتسأل؟ ما هي لازم تسأل. ما تقلقش، اللي هيفيد من الشقة عندك هاخدهم على السلم. نازل من امتى يعني بياخد رأي نازل ولا طالع ولا قاعد؟ غريب.